صباح الفل والهنا والسعاده مشاهدينا الاعزاء، واهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله رحله سعيده. افكركم بالاسر اللي كانوا موجودين معانا من امبارح، اسره لذيذه جدا جدا، الاستاذه زينه وابن عمها الاستاذ محمد ومامتها الاستاذه رحاب وباباها الاستاذ اسلام والاستاذه جينيسيس وصاحبتها الاستاذه اينورا ومامتها الاستاذه سيلفيا وباباها الاستاذ امير. طبعا انا بتلخبط في اساميهم من امبارح عشان اساميهم مش دارجه جدا جدا جدا، بس احنا مكملين لعب وانبساط وهزار، وهنكمل النهارده تحديات تانية ولعب تاني، بس تعالوا نشوف ايه اللي حصل معاهم امبارح. ريدي ستادي جو. محمد، مين اكتر حد عمك بيحبه في عيلتكم؟ تيتا. انا صاحب الهرم الاصغر منقرع. شاطر يا جوجو. اكلتنا اسمها لؤلؤه في السما. زنزونه هي اللي خلصت الاول. جينا بقى للعبة اللي كنا بنلعبها كلنا واحنا صغيرين ولسه مستمرة لحد النهاردة، بس تطورت تطور كبير جدا. كنا بنلعبها على ورقة وقلم، ودلوقتي فيه بلالين على راسنا. هنشوف مين هيتغرق الأول. أوتوبيس كومبلي. جاهزين؟ جاهزين. يلا حطوا بقى إيه؟ حطوا بقى كده. أيوة البالونة دي التسعينات كنا بنلعبها بورقة وقلم، دلوقتي 2022 بنلعبها بالبالونة. انت طبعا جاهز. انا جاهز. وانت جاهز يا بابا. ماشي بابا، مبسوط قوي بابا وبابا. طيب يلا قولي لي يا زينه، بنت بحرف ال ر. بنت حرف ال ر. رحاب. رحاب، برافو. ماشي قولي لي بنت بحرف الزين. زينه. ما يعني ولد بحرف الت. تامر. تامر. ولد بحرف الجيم. جمال. جمال. بلد بحرف السين. سوريا. سوريا. بلد بحرف الكاف. اوف ورايا بابا كده. ايه؟ خمسة أربعة. كوريا. كوريا. ماشي. بنت بحرف الألف. خمسة أربعة ثلاثة. فايف. اتنين. بنت بحرف الألف يا زنزوني. واحد. فلع يا بابا. معلش معلش، بس في جليتر كتير حلو طلع. طيب بنت بحرف الكاف. بابا خمسة أربعة ثلاثة ك اتنين ك ك واحد ك ك كريمة. ما تعمليش فيا كده تاني. محمد، بنت بحرف الجيم. خمسة أربعة. إيه؟ جنة. جنة. ماشي. أكلة بحرف الألف. خمسة أنا وأنا اليوم. أربعة ثلاثة اتنين. أكلة بحرف الألف. واحد. فرع يا عيني قاعدة مترقبة. ماشي قولي لي بلد بحرف الت. ها؟ ها؟ خمسة أربعة. تايلاند. إيه؟ تايلاند. ماشي. بلد بحرف ال. ده جاي إيه؟ مصدق. الر. ها؟ روسيا. روسيا، برافو. ماشي محمد، قول لي ولد بحرف الدال. سهلة. خمسة د أربعة دي ثلاثة. داوود. داوود. ماشي قولي لي ولد بحرف السين. خمسة أربعة. سيد. سيد. ماشي. سيد. بلد بحرف ال ر. تاني غير اللي انت قلتيها. ها؟ خمسة أربعة ثلاثة. ده مبسوط قوي مش مصدقة. اثنين. مش فاهمة فرحة أمير.
واحد يلا الله. قولي لي يلا بلد بحرف ال زين. خمسة أربعة إسلام مبسوط برضو تلاتة اتنين بس محمد اتنين ها واحد يلا زنزبار عادي يعني ماشي. فضل عندنا جينيسيس ومحمد بسرعة بقى الأسرع بقى يلا. ولد بحرف الكاف خمسة أربعة كمال كمال. ولد بحرف الألف خمسة أربعة أمير أمير برافو. أكلة بحرف الر خمسة أربعة ثلاثة اثنين أيوة رمان رمان برافو. أكلة بحرف الجيم خمسة أربعة ثلاثة جا اثنين جا جا واحد. فرعي ماما ومحمد هو اللي كسب معانا. برافو محمد. يلا بينا نروح على تحدي جديد ونشوف بقى نعمل ايه في ألعاب التحدي. يلا أول لعبة معانا النهاردة من لعبة التحدي هي لعبة الزوجات المفضلة الاجوان والكور. انت مبسوطه انت متحمسه أوي. حماس رهيب شايف الحماس ماشي. هتحطي فيها هتنشيني فين الدماغ على طول هتنشيني فين يا سيلفيا الدماغ طبعا. يلا بينا جاهزين مع ايديا هنقول بقى واحد واحد وكده يلا ريدي ستدي جو. واحد الله ايه ده ماشي واحد الله لا 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 ماشي اوكي يلا خدوا الكوره كوره بسرعه دي كوره مين هيا بيت لا ماشي يلا اتنين الله دي كانت هتخش دي الله ماشي يلا هات الكورتين هات الكورتين مش معنى انها مش كورتك تعمل فيها كده يا محمد تلاتة الله 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 كانت هتخش دي وكانت هتخش برضه تلاتة الله 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 ماشي يلا بسرعة 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 أربعة لا لا ما بنعملش إيه من ورا الجون أربعة ما بنعملش استني بتعملوا ايه؟ يلا ستة خدوا كل واحدة تاخد الكورة وتستناني استنى هنا ستة ستة يلا يلا ماشي كده ستة ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ دخلتي جون في نفسك؟ انت واخده بالك ولا وين؟ ويرد وايه رد الفعل ده؟ واحد صفر ماشي سبعه 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 انت ليه بتبصي لها البصه دي؟ اقوى اقوى انت خايفه على جوزك؟ ماشي يلا ثمانيه الله ماشي ثمانيه ارمي جامد يا سيلفي ايه اي ماشي انا واقفه في مكاني عادي جدا يلا تسعة الله ماشي تسعة ماشي حلو قوي برضو يلا آخر كورة آخر جون هاتيها يلا يلا بينا عشرة عرضة يلا عشرة عرضة برضو مش ممكن وكده يبقى واحد صفر لصالح الفريق الأصفر لأن الفريق الأحمر دخل الجون في نفسه. يلا بينا نروح على التحدي اللي بعده ونشوف هنعمل إيه تاني. معانا من ألعاب التحدي هي لعبة الجينجا أو البرج وهنشوف مين اللي هيوقعوا من الأسرتين. جاهزين؟ جاهزين. أنا بحب اللعبة دي أوي 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 أوي. يلا يا أمير ابتدي بالأب على طول. مسؤولية بقى إيه مجتمعية مش عادية يعني أنت أول واحد فينفعش توقع من الأول ما ينفعش. في أطفال عايزة تلعب أنا بحملك المسؤولية دي. الله لا أنت بتحطها فوق عكس عكاس. برافو ارجع بالراحه بقى يلا يا اسلام الله بالراحه يا اسلام ايه التهور ده وليه هتقع ليه عايزين الولاد تلعب دخلتهم هم الاول بالراحه يا اسلام بالراحه يا اسلام هي محتاجه راحه كده انت متهور دايما ها واضح جدا يلا يا سيدي عصبي وكده عصبي ماشي بالراحه بالراحه انت مدرسه بقى تأني ما خدناهاش في الكلاس ما خدتوهاش بالراحه هنطير الله
يلا. هو عصبي انت بتعملي ايه بقى؟ لا انا بمتصي. انت بتمتصي؟ طب حاولي تمتصي. وبالراحه جدا جدا وبتأني وهدوء. ها؟ انت هتوقعي ده. انا مش عارفه اقول لك ان انت هتوقعيها. والله لا 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 رحاب. برافو. اوكي. صعبتي عليا. تعالي بالراحه. بالراحه. يا لولو. يا لولو بالراحه خالص. انا ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى الطهور ده؟ انا هسكت. انا هسكت. لا ايد واحده. انا اسفه. شوفي واحده ثانيه. يا لولو. ايوه كده. برافو. فيري سمارت تشويس. يلا يا محمد. بالراحه يا محمد. بالراحه عشان انا اتوترت. والله اتوترت. برافو برضو. فيري سمارت تشويس از ويل. لا 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 بنحطها جنبها. بالراحه يا محمد وانت بتحطها. وبالراحه وانت راجع. حطها عدل. ماشي. تعالي يا جينيسيس. بالراحه يا جينيسيس. ايه يا جينيسيس؟ الله يا جينيسيس. ثقه ثقه رهيبه. انا اسفه انا اسفه. جينيسيس قويه جدا جدا بس يعني معلش هي دي اللعبه بقى. يلا نخش على التحدي تاني. معلش يا جينيسيس تعالوا نلم يا جماعه. دلوقتي عندنا بقى تحدي جديد ولذيذ ونشوف انهي اسره هتبقي معاها اكبر عدد من الكور. عارفين تحدي الجردل وعارفين هتعملوا ايه؟ اه. طب يلا قربوا من بعض. كل واحد ياخد مكانه. كل واحد يبتدي. ريدي ستيدي اند جو. ناخد بالنا. كل واحد ياخد باله. ايوه ماشي. ناخد بالنا. اللي بيلقف هو اللي ياخد باله. ماشي. والله برافو. ماشي. يلا يا ماما. ايه يا رحاب؟ انت خايفه؟ ماشي. كام كوره وقعت؟ تعالي بقى هنا اقفي جنبي. تعالي اقفي جنبي. امشوا بقى كده. تعالوا بقى كده. الاسره الحمراء اهي. يلا فاضل. يلا خلي بالك يا زنزونه. خلي بالك يا زنزونه. الله لا لا لا. برافو والله برافو. لا يا زنزونه لا لا ما تتحركيش. يلا برافو برافو. ماشي. تعالي بقى هنا نشوف بقى الفريق الاصفر ونعد الكور بسرعه بسرعه. تعالي يلا. تعالي كده اقفي هنا. يلا نعد الفريق الاصفر. اقف جنبي. تعالي خليكي واقفه. واحد اتنين. مش مهم مش مهم. يلا ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 كوره للفريق الاصفر. والفريق الاحمر تعالي اقفي كده. ايوه اتنين ثلاثه لا استني اربعه خمسه سته سبعه 8 9 10 11 12. الفريق الاحمر كسب بكوره واحده بس. برافو برافو بنات. برافو والله شاطرين جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف ايه اللي عندنا تاني على طول. احنا لسه مكملين لعب وتحديات وحاجات كتير جدا جدا جدا. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. اخر لعبه التحدي بتاعتنا دايما بتكون لعبه فرقعه البلالين وما بعرفش ابدا اتوقع مين فيها اللي ممكن يكسب. بس احنا معانا لولي ومعانا الاستاذ محمد. هنشوف دلوقتي تشجيع الاهالي هيوصلهم لفين. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي اند جو. برافو. لا 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 ما تتحركش. محدش يتحرك. محدش يتحرك. لولي لولي. يا سلام. ولا اي حاجه. لولي ولا اي حاجه. يلا اتحرك. خط بس. هن هن اتحركي انت كمان. بس لولي. يلا يا لولي. يلا يا لولي. ما تتحركيش. ما تتحركش. لولي. يلا لولي. خطوه واحده. خطوه واحده يا محمد. خطوه واحده. ماشي برافو. خطوه كمان يا محمد. محمد بس. محمد بس. محمد بس. خطوه كمان. خدي من الارض. يلا لولي. يلا اطلع. وخطوه كمان يا محمد. برافو. محمد مكانك. من مكانك. من مكانك.
من مكانك. لا خليكي مكاني يا لولي. لولي مكانك يا لولي. مكانك يا لولي. من مكانك. من مكانك. لولي. بس محدش يقرب اكتر من كده. لولي. هنشوف بقى لولي ولا محمد. لولي ولا محمد. لولي ولا مين؟ مش عارفه مين اللي كسب بالاخر بس هما الاثنين جابوها في نفس الوقت فهنعتبرها تعادل عادي جدا ونحب بعض. برافو. يلا بسرعه نروح نشوف مين هيقطع مين في البلاي ستيشن. جينا بقى للبلاي ستيشن وشكل الابهات النهارده محترفين وكل واحد ماسك بقى الدراع بتاعه من بدري عمال بيظبط كده حركات انا مش فاهماها بس كل واحد فاهم هو بيعمل ايه كويس قوي. واضح ان في ماتش تقطيع النهارده. تلعب دايما يا اسلام؟ مش قوي. حريف يعني؟ مش قوي برضه انا يعني في على حسب مستواك. غير كلامه قال لك عشان ما يتحسدش بس قدام الناس. ده انت يا راجل بتقول لي بقى ده انا عارف برضه استاذ امير شكله جامد برضه. وانت شكلك جامد برضه ومدكن. بلعب مع اصحابي. بلعب مع اصحابي. بلعب مع عيلتي. هنشوف بقى مين هيكسب. هتلعب بمين النهارده؟ أنا باريس. باريس سان جيرمان و مانشستر سيتي. مانشستر سيتي. وقد بدأ الماتش أعزائي المشاهدين وداخلين سخنين وحامين ولكن المدرجات هادية هادية مفيش أي تشجيع. مانشستر لابس لبني وباريس سان جيرمان لابس أبيض. الكورة مع مانشستر في هجوم قوي في هجمة وخطر. بداية قوية جدا جدا جدا. تفتكروا مين اللي هيكسب؟ أمير. بابا اللي هيكسب يا زينة. ماشي أما نشوف أما نشوف. كل واحد واثق في فريقه بشكل رهيب. الكورة مع مانشستر. لا رجعت لباريس. يلا أمير. يلا يا باريس. يلا يا أمير. بتقول باريس سان جيرمان هجمة خطر ضاعف مانشستر بيصد ترجع لباريس تاني. يلا يا باريس. أوبا. قوي قوية وخطر ولكن الدفاع صاحي. مانشستر مرة تانية بيحضر من تحت. يلا يا مانشستر. ايوه حلوة قوي هجمة اهو. لا 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 لعب ثرو. يلا بينا. شكلها ايه دي؟ ماشي. كورنر كورنر. يلا. لا 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 جون. اتحسبت جون يا جماعة. 1-0 مانشستر سيتي. هو ده اللي انت قاعد بتلعب للنهار. الله الله بنحرز يا جماعه. برافو امير. 1-0 يا جماعه. والجماهير برضو لسه ساكته خالص خالص خالص. يلا يا اسلام دخل عليا دخله الحريف. قال لي انا بلعب للنهار. هل هيعوض ولا هيبقى متوتر؟ هنشوف رد بقى من باريس ولكن الدفاع قوي جدا. مانشستر بقى خد ايه؟ خد الثقه. ايه يا اسلام؟ قطع. يلا باريس. ايوه اهو بيضغط. يلا فين الجماهير يا جماعه؟ اهو جاي اهو. هجمه خطر اهو. مانشستر ركض دفاع قوي جدا واعيد لك اعيد لك يا اسلام. يا ترى بقى المرتده هتبقى خطر ولا ايه؟ ولا ايه مانشستر بقى؟ خطر بقى مانشستر. خطر في المرتدات اصلا. يلا يلا. ايه يا باريس بتعمل ايه؟ ماشي اوكي. ايه بقى ده؟ يلا. الله 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 الله. في عنف في قوه في الاداء. في بقى ايه؟ عجبتني قوي. عجبتني قوي يا امير. حرفنه والله حرفنه. مش ممكن يا جماعه. خطر مانشستر. خطر خطوره مره تانية. خطوره مره تانية. انفراد وبرافو جول. اتاخرت كتير يا حبيبي. اتاخرت كتير. يلا بينا. جاي بقى ريحه هجمه حلوه جايه عليا. مفيش قلبي ما بيلحقش. كان عندك حق في ثقتك في امير. ايه يا اسلام؟ ايه يا مدام؟ ما تحيوا. عايزه اشوف ايه ده. ايه ده 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 ايه ده. جون. ورد قاسي جدا جدا جدا. ميسي يا جماعه. ميسي يا جماعه. 1-1 وها قد تعادل الفريقين. اسلام ما قدرش يستحمل على نفسه انه يبقى متاخر بالشكل ده بعد ما قالنا ان هو حريف. 1-1 رجعنا تاني لنقطه الصفر. باريس خطف جون جامد جدا. عندنا شوط تاني عادي جدا وهنشوف ايه اللي هيحصل فيه ولكن باريس. الله 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 الله. ايه يا باريس؟ ده باريس بقى شد بقى نفس. فاق بقى فاق بقى. شم نفس وفاق بقى. شم نفس وفاق بس في توتر لان مانشستر
مش سايب. الشوط الاول خلص يا شباب، الشوط بقى 1-1 الشوط الاول اعزائي المشاهدين، وطبعا بدلنا الاجوان، ومانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان بيلعبوا. امبابي اهو، يلا امبابي امبابي، الله الله الله، مانشستر مش ممكن، مش صح، ينفع تجيب الكلام للراجل كده؟ مش ممكن، مانشستر بيعوض، مش ممكن. عجباني قوي يا امير دي، دي اللي من بيشوف يا جماعه، بيشوط رجله، هجمه خطر باريس، الله الله الله. ايوه بقى، بصوا بقى، بصوا بقى الدفاع بقى لما يبقى قوي يا جماعه، بصوا الدفاع لما يبقى صاحي. مانشستر، ايوه الكوره بقى خطر، ماشي ماشي. بص بقى انا عايزه دي اللي هي برجلك دي، ايوه حلوه دي قوي، شفتها دي صح؟ حلوه. الله الله الله، مش ممكن يا جماعه. باريس سان جيرمان نصحى بقى، نصحى للكلام. باريس ضاغط جامد جدا في الشوط الثاني، بيقدم مستوى حلو بس ولا كوره جايه معاه. يلا يا مانشستر، يلا يا مانشستر، نصحصح نفوق. ادي كوره خطر لمانشستر، انفراد 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 كامل، اوبا جول يا جماعه، جول جول يا جماهير، 2-1. مش عارفين الجول جه لمين، يلا بينا نصحصح كده ونفوق. يلا حلوه قوي 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 الكلام ده، 2-1. الله الله الله، فارس هيرد، فارس هيرد ولا ايه؟ يلا يلا بنقطع بقى، بنقطع على بعض. يلا دفاع قوي جدا مانشستر، ولكن باريس مانشستر فاق. نص الملعب، نص، الله 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 الله، ايه ده، ده جون تاني ولا ايه؟ ده جون تاني ولا ايه يا جماعه؟ ده جون تالت والتالته تافته ولا ايه؟ 3-1 مانشستر سيتي، حلو حلو. ستيرلينج جاب جول حلو قوي قوي قوي، وحش قوي في حقك يا استاذ اسلام اللي بيحصل ده، مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا جماعه. ما تقوليش حريف، ما تقوليش بلعب ليل نهار. باريس بيحاول، بيجي هو بالاستفزاز، باريس الله 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 بيجي بالاستفزاز، عايزين بقى كوره بقى، الله بينالتي ده بقى ولا ايه؟ مش ممكن مش ممكن، ده ايه ده بقى؟ بينالتي من بره، انذار ده. يلا نيمار، الله يا نيمار، الله يا نيمار، الله يا نيمار، اوبا وحشه قوي بجد، وحشه قوي، ماشي يعني، مش يعني فاهم، وحشه في حق نيمار، فاهم؟ هو كده. يلا 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 يلا، ايش والجماهير يا ايه ليه ليه كده؟ طب ما تشجعي بدل ما مركزين معايا، شجعي. طيب لا 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 لا، شفتي شفتي يا بنتي الجون الثاني، الجون الثاني، ايوه بقى، ايوه يا باريس سان جيرمان، ده نيمار ده اللي جاب الجون صح؟ برافو، حلو قوي الكلام ده، 3-2 3-2 نشجع، برافو. هل هيخلص الماتش 4-2 ولا هيخلص 3-3 ولا هيخلص 3-2 زي ما احنا هنشوف؟ لازم باريس ياخد باله، وقت قليل قوي عشان يعوض، بس عادي ممكن جدا يجي في الاخر، فرصه حلوه، فرصه حلوه حلوه حلوه، الله، تعادل، التعادل راح، التعادل جه 3-3، لا ماتش حلو جدا جدا، لا يا سمع الحياه، بتقعد انت تسكت وتطلع فجاه، برافو برافو برافو. تعادل ما بين الفريقين مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان، والهجمه، الهجمه دي بقى ايه؟ هنشوف ايه اللي هيحصل فيها، هل يا ترى هنخلص الماتش تعادل؟ هل حد هيجيب جول على اخر لحظه؟ مركزين جدا، اتقطعت الله، مرتده، شكلنا هنخلص تعادل. باريس سان جيرمان صاحي، ده مش الله، والله العظيم يعني ماتش هايل، مش ممكن، تعادل ويستاهلوا التعادل طبعا، ماتش جامد جدا 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 جدا. وبكده يبقى خلصنا دلوقتي لعبه بلاي ستيشن، وهنروح بقى نشوف الكونكت فور هنعمل فيها ايه. كونكت فون النهارده مع الامهات، وهنشوف مين فيهم بقى اللي هتكون صف بسرعه. جاهزين تشجعوا ماما؟ جاهزين. طب يلا بقى حماس، ويلا بينا نبتدي واحده واحده على طول، يلا احمر على طول، نشوف سيلفيا، برافو يا سيلفيا والله، يلا رحاب، يلا فريق الاصفر، برافو والله شطاره،
مش ممكن يا جماعة، ما جاتش، مش ممكن. حلاوة طعامة في نفس الصف؟ لا ده لذاذة بقى، ده احنا قفلنا على بعض. ماشي، طب نشوف صفوف تانية. قفلت، قفلت عليك. آه، فتحت لنفسها حتة تانية، راحت فاتحة لنفسها حتة تالتة. والله برافو. انتوا بتضربوا خلاص ولا بتنشنوا؟ ايفو. ايه؟ احنا عارفين احنا بنضرب فين؟ فكروا. طيب انتوا المفروض تكونوا أربعة. يلا يا سيلفي. سيلفي بترمي فين؟ زي ما بتيجي. ماشي. انتوا راندم قوي يا جماعة، ركزوا، ركزوا. في هنا اتنين وهنا اتنين، لو جه هنا اتنين هيبقى تمام، لو جه هنا اتنين برافو. أحب التكتيك، رحاب ابتدت تفوق، فاضل لها زلطة وتطلع بره. رحاب فاضل لها واحدة بس بتحاول إنها توجه جهودها هناك. هل سيلفيا بتحاول مثلا إنها تقفل عليها؟ ما بتحاولش. يلا بينا. آه حاولت، غششتها، ماشي. أوكي، يلا بينا. يا ترى مين اللي هيكسب في هذا الماتش الحار؟ ماشي، فتحنا، فاضل هنا اتنين برضو. شايفاهم يا رحاب؟ رحاب اقصى اليمين، ركزي اقصى اليمين ابني، أقصى واحده شمال واحده يمين. برافو. الله 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 الله، فاضل لك واحده. استني استني، ها ما نرميش في نفس الوقت. يلا احمر احمر وبعدين اصفر يا بنتي، احمر وبعدين اصفر يا بنتي، احمر احمر وبعدين اصفر. فاضل لك واحده هنا، ماشي. ها ها، وانت فاضل لك اتنين فوق. قفلتها لك، قفلتها لك. ايه الماتش ده؟ يلا استني. ايه يا سيلفيا، في حاجة؟ في حاجة معينة؟ استني رحاب. ايوه فاضل لك واحدة، انت واخدة بالك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الاصفر كون وانا اللي قاعدة مركزة مع الاحمر. برافو يا رحاب، شاطرة جدا 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 جدا. طب يلا بينا بقى نروح نشوف يحيى وكنوز هيقول لنا ايه النهاردة، ونرجع نكمل لعبنا وتحدياتنا. بيكو أصحابي، دلوقتي البالون هيجي يخونا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز بسينو عن العصر العتيق. يلا بينا نطير. بكرة يا سينو عندنا يوم مميز قوي. المدرسة نظمت لنا زيارة بكرة للمتحف المصري الموجود في ميدان التحرير يا سينو. والمتحف المصري ده فيه إيه؟ المتحف المصري ده واحد من أهم وأشهر متاحف العالم يا سينو، فيه عدد كبير من الآثار المصرية القديمة. ودلوقتي يا سينو مصر بتجهز لافتتاح المتحف المصري الكبير. وإيه الفرق بين المتحفين يا أولاد؟ المتحف المصري الكبير مساحته أكبر وهيضم حوالي 50,000 قطعة أثرية، منها الكنوز الكاملة لمقبرة الملك توت عنخ آمون ومراكب الملك خوفو ومعامل لترميم الآثار وآثار تانية كتير قوي. أنا بكرة لازم أسأل المدرس اللي هيكون معانا هم إزاي بيقدروا يعرفوا عمر التماثيل وهي من الأسرة الكام؟ طب أنا عاوز أعرف يا ولاد، أنتوا في العصر الحديث برضو بتقسموا الفترات الزمنية بطريقة الأسرات زي مصر القديمة؟ لأ يا سينو، طريقة تقسيم تاريخ مصر القديمة الأسرات كانت فكرة المؤرخ المصري منيوتن السمنودي واللي قسمها لـ30 أسرة. وفي كتب قسمتهم لـ31 أسرة قبل دخول الإسكندر الأكبر وانتهاء عصر الأسرات. طيب وقبل الأسرة الأولى كان في حياة وناس عايشة في كيمت؟ طبعاً يا كنوز، كيمت وجودها مرتبط بوجود التاريخ نفسه، والفترة اللي بتتكلمي عنها دي هي عصر ما قبل الأسرات. المصري القديم قبل عصر الأسرات كان لسه ما يعرفش الكتابة عشان يوثق حياته ويكتب كل حاجة عنها. يعني البداية الحقيقية للحضارة كانت مع تعلم الكتابة. بالتأكيد يا كنوز، وبعد توحيد الوجهين القبلي والبحري على ايد الملك مينا نارمر بدأ العصر العتيق. يعني ايه العصر العتيق يا سينو؟ ده العصر اللي بيضم الأسرتين الأولى والتانية، واسمه العتيق علشان يعتبر أقدم العصور التاريخية المصرية، وتسمى برضو عصر بداية الأسرات وعصر الأسرات المبكر والعصر الصيني. أول مرة أسمع الاسم ده، يعني إيه؟ دي منطقة قريبة من مدينة أبيدوس جنوب مصر، واللي خرج منها عائلة الملك مينا موحد القطرين. أنا عارف إن أبيدوس حالياً موجودة في محافظة سوهاج. يعني الملك مينا كان صعيدي؟ بلغة عصرنا صح،
لكن بلغة كيمت هو من مصر العليا اللي هي جنوب مصر، ومصر السفلى اللي هي منطقة الدلتا. وده يخلينا نتكلم عن عصر الدولة القديمة واللي بتضم من الأسرة التالتة للأسرة السادسة. والعصر ده كمان اسمه عصر بنات الأهرام. صح، لأنه أكتر عصر اتبنى فيه أهرامات، هرم زوسر المدرج وأهرامات الملك سنفرو وأهرامات خوفو وقفرع ومنكورع في الأسرة الرابعة. وهرم ونيس اللي اتبنى في عهد الأسرة الرابعة. هرم ونيس اللي اكتشفوا جواه نصوص الأهرام اللي استوحوا منها أعمال أدبية كتير في العصور اللي بعد كده. ودلوقتي لازم تستعدوا لزيارتكم بكرة للمتحف وبعدها تناموا بدري. طيب وباقي عصور الحضارة المصرية القديمة؟ لما ترجعوا تحكولي شفتوا هناك ايه يا كنوز. اتفقنا. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولولي بقى ايه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة. النهاردة عرفنا ان في عصر الدولة القديمة هو عصر بنات الأهرام. هو الملك مينا بنى أهرامات؟ احنا ما وصلناش اي معلومات ان الملك مينا بنى أهرامات. اللي متأكدين منه ان بداية بنات الأهرام كانت في الأسرة الثالثة في عهد الملك زوسر واللي استمرت مع الدولة القديمة. وبكده خلصت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. رحلتنا بقى النهاردة هنتعلم فيها أكل لذيذ لذاذة مش عادية. مين فينا مش بيحب الآيس كريم؟ محدش. طب مين بيحب الآيس كريم جداً؟ أنا. أنتي لوحدك؟ وأنا. وأنتي كمان؟ وأنا. ماشي، إيه رأيكم نتعلم نعمل آيس كريم بالفراولة؟ ماشي. ماشي، إيه رأيك كمان نعمل سلطة التونة لذيذة قوي قوي قوي؟ أنا بحب سلطة التونة جداً جداً. بجد؟ طب هقول لك بقى على طريقة حلوة جداً لسلطة التونة. بس السلطة مش هتاخد وقت في إن إحنا نعملها، فهنأجلها شوية ونبتدي نعرف إزاي هنعمل الآيس كريم بتاعنا. طبعاً جميل جداً إن إحنا نعمل آيس كريم في البيت، وجميل جداً إن إحنا نساعد ماما بإن إحنا في حاجات وحشة زي بره. بالظبط، فيهوش مواد صناعية، كله حاجات طبيعية جداً. وعشان كده الاستاذ محمد بتساعد ماما في المطبخ. يا محمد ساعات. طب تعالى بقى انت، هنعلمك تعمل النهارده ايس كريم. حضرتك هتعمل لنا عصير الفراوله ده. هتحط الفراوله دي هنا اهو باللبن وتضربه. سهله كده؟ ماشي. ومحمد بيعمل كده لازم نحضر الخلطه بتاعه الجالي بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الحله بتاعتنا على النار اللي هي سخنه جدا جدا جدا. اوكي، ده ايه يا بنات؟ ده جالي، وده ايه؟ ده كريم شانتيه، وده ايه؟ لا مش سكر، دي فانيلي. ماشي، هنحطهم مبدئيا كده علشان نعمل ايه الجالي بتاعنا. هو الجالي ده هنحطه مع الايس كريم. يا محمد حط الفراوله، يا محمد حط عشان نبقى كله بيجهز في نفس الوقت. ونقوم منزلين ايه شويه ميه حلوين كده عليهم. ايوه حبة كمان. ايوه حلو كده. اللبن كله ونقلب. يلا كله. ايه رايك تساعديني في ان احنا نشيل الاطباق دي؟ ايه يا محمد؟ حط كله حبيبي. ايوه، احنا بقى هنقعد ايه نقلب 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 لحد ما يمسك كله في بعض. ونقلب نقلب نقلب. اقعدي بقى قلبي ايه لحد ما يبان لك صاحي. انت بقى بتعمل ايه؟ ايوه يا سيدي انا، يا سيدي أنا. حلو كده. أنا قاعدة أساعد ماما في البيت. بجد بتساعدي ماما في البيت؟ طب لما بتساعدي ماما في البيت بننظف ورانا ولا بنسيب المطبخ بايظ؟ لا أنا بنظف معاها، بغسل معاها البوتاجاز وبغسل معاها الرخام. يا سيدي أنا على يغسل البوتاجاز والرخام، شطارة قوي. طب عندي سؤال تاني، هل ماما لما بتديكوا أكل مثلا بتقعد تقول لها لا أنا مش بحب أكل الأكلة دي، أنا بحب أكل الأكلة دي، ولا بناكل كل حاجة؟ أنا بحب كل الأكل اللي ماما بتعمله. بجد؟ وأنا كمان. وأنت كمان؟ وأنت كمان ولا إيه؟ لا أنا باكل. بجد؟ وأنت إيه الأخبار؟ أيوه. طيب إحنا هنسيب هنا لولو تقعد تقلب كده في الجالي لحد ما يمسك نفسه ونعرف برضو
احنا ممكن نعمل السلطه بتاعتنا بتاعت التونه ازاي. طبعا سلطه التونه مليانه بروتين وفيتامينات وحاجات لذيذه جدا، والنهارده هنعملها بشكل مختلف. اننا نعرف اننا نجري ونعمل حاجات كتير. صح بالظبط، لانها بتدينا قوه كبيره، طاقه وقوه. برافو. طيب هنعمل ازاي بقى التونه بتاعتنا النهارده؟ سهله بشكل مش عادي. يلا تعالي كده ايه جوجو، والاستاذه زنزونه ممكن تساعدك. امسكي لها الطبق يا زنزونه، هجيب لكم معلقه تفضوا دي في دي. يلا حطوا التونه في الطبق الكبير. تونة. خليك انت ايه مسؤوله عن العصير دلوقتي، مركز. انا عندي طريقه اسهل. ايه الطريقه الاسهل؟ اننا نعمل كده. صح برافو. في حبه هيتبقوا في الطبق بالظبط كده. يا سلام على ست البنات، يا سلام على ست يا سلام على الريحه اللي طلعت هنا. شم الريحه، شم يا لولو الريحه، حلو قوي قوي قوي. نحط ايه تاني؟ هنحط ايه تاني؟ هنحط ايه ده؟ الذره. الذره برافو، حطي الذره. تونه بالذره، لان احنا بنعمل ايه؟ سلطه تونه بالذره. حلو قوي 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 الكلام ده. زنزونه ساعدينا حطي ده الطبق ده تحت والنبي كده ايه في الدرج. ده ايه ده بقى يا ولاد؟ مايونيز. ده مايونيز. نحط المايونيز. استنى شكرا. نحط المايونيز بتاعنا كده اهو. ايوه زنزون. نحط تاني بهارات. شكرا يا ست الكل. نحط بقى شويه. استنى نجيب معلقه. نحط بقى شويه ملح صغيرين. لا ده مش كمان. عايزه انت تحطي؟ طب حطي انت يا ستي. حبه صغيرين. مش صغيرين قوي كده. ماشي. استني انا احط لك. اكبر شويه. يلا. حلو كده. وشويه فلفل. انا عايزه احط. ماشي انت تحطي كمون. حلو وشويه كمون. معلش زنزونه تحطي. يوتي عليكي وعلى التعاون. حطي شويه كمون. يلا. شويه كمون. ايوه. بس. ورشيها. حلاوه وطعامه وشقاوه، حلو جدا جدا جدا. طيب فاضل ايه؟ نقلبها. لا غير نقلبها، فاضل عندنا شويه ليمون. احنا ده حلوين كده. هنحطه كله صح؟ لا مش كله طبعا، ده عصير ليمون هنحط حبه بس. انا بحب الليمون جدا. وانا كمان بس يعني حلوه قوي كده. بس يلا قلبي انت بقى لحد ما اشوف اخبار الجيلي ايه. على الريحه. شمة يا لولو. طيب اعتقد ان هو مسك نفسه. لما بيمسك نفسه بنقفل البوتاجاز ونسيبه يهدى شويه كده اهو، عشان نتاكد برضو انه اتقفل. علشان هنعمل ايه بعد كده؟ الخطوه اللي بعدها نحن. ايه نصبه. هنصبه فين؟ في الكوبايات. لا هقول لك هنصبه فين، بس عايزين نقلب. يا شيف محمد، اخبار العصير اللي عند حضرتك ايه؟ هشغل خلاط. لا هنشغل الخلاط هقول لك امتى حالا، بس هبقى محتاجه منكم. تعالي انت كده اقعدي قلبي دي كويس قوي، وانت كده تعالي كده عشان ايه الحوادث. هنجيب بقى دي هنا. وطبعا يا اولاد لو احنا هنساعد ماما هنسيبها هي اللي تعمل الخطوه دي. انزلي يا زنزونه كده، حاسبه كده عشان دي سخنه جدا. هنقوم جايبين الجالي بتاعنا وحاطينه مع عصير الايه. واو واو فعلا فراوله بالايه يا شيف؟ بالجيلي. لا فراوله بالجيلي. وانت حاطط ايه بقى؟ لبن. لبن بالظبط كده. دي اسهل حاجه. عن اذنكم كده، عن اذنك يا استاذه، دي اسهل حاجه ممكن نعملها في البيت، وفي نفس الوقت مفيده جدا و ضمنها بقى. ما فيهاش الوان صناعيه وما فيهاش حاجات صناعيه، وايس كريم في الاخر. اضرب. يلا وريني دي اخبارها ايه. قلبناها كويس. قلبناها كويس. لا ده انت هتدوقي دلوقتي بقى سلطه ما اقولكيش. بجد؟ حلو كده. شكرا. نعم. بجد استني. ادوق كده اقول لك بجد ولا لا، هنشوف ناقصها ايه. ماشي. نشوف كده ناقصها ايه يا استاذه جوجو. طعمها حلو قوي. ومش ناقصها اي حاجه خالص. ماشي. كده دي جاهزه كده اهو. نسيبها كده اهو. طالما جاهزه. الجيلي لازم والجيل لازم نحطه في التلاجة. بالظبط بقى، لسه هنقول الموضوع ده حالا. طبعا الجيلي اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي وضربينه في العصير بتاعنا هنحطه في بوله زي دي ونحطه لمده 3 ساعات في التلاجة. حطيها تحت في الدرج هنا حبيبتي. اوكي. نحطه بقى ايه زي ما انت قلتي كده يا جوجو في التلاجة
لمدة مثلا 3-4 ساعات آيس كريم بقى. كل ما يمسك نفسه أكتر كل ما يبقى لذيذ طعمه حلو أكتر وآيس كريم كده وطعمه حلو أكتر وساقع وفريش وجميل. وإيه ده؟ ده الآيس كريم اللي إحنا هنحط ده في التلاجة هيبقى زي ده بالظبط، بس ده الجاهز عشان قلت إيه تجربوه، وده اللي إحنا لسه عاملينه وهنحطه في التلاجة. سهلة بقى الحاجات دي ولا مش سهلة؟ سهلة جدا. سهلة جدا يعني أي حد يعمله في البيت صح؟ آه. طيب وعملنا إيه بقى في الآخر؟ عملنا سلطة وعملنا إيه؟ آيس كريم. عملنا آيس كريم وعملنا سلطة. مين عايز يدوق؟ أنا. يلا ماشي دوق السلطة. يلا يلا ندوق السلطة. أنا بقى مبسوطة بيكوا جدا 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 حضراتكم، يعني علشان حضراتكم ما بتقولوش خالص لأ الماما على أي أكلة، ودي حاجة جميلة جدا. إيه الأخبار؟ تحفة صح؟ تحفة. حلو جدا. طيب إيه رأيكم بقى بما إنكم شاطرين كده نغني أغنية حلوة جدا 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 عن الموضوع ده؟ إيه رأيكم؟ ماشي. قبل بقى ما نروح نغني تعالوا كده نبص للناس الحلوين اللي بيتفرجوا علينا ونقول لهم اتمنى تبقوا اتعلمتوا الاكله الحلوه دي، والسهله خالص سهله صح؟ سهله خالص دي، وتجربوها كمان مع ماما، واتمنى تبقوا من الاولاد والبنات الشاطرين اللي ما بيقولوش لماما لا على اي اكله خالص، بياكلوا كل الاكل الحلو والمفيد. كده نبقى خلصنا رحلتنا النهارده، واستنونا في رحله جديده ونقول لهم باي باي. بقولش الماما لا، والكل اكل فايده عندك يا ماما حق. بحب الاكل كله ما بقولش الماما لا، والكل اكل فايده عندك يا ماما حق. قبل ما انام العشاء وافطر اول ما اقوم، بعد العصر الغداء سلطه وفاكهه ولحوم. قبل ما انام العشاء وافطر اول ما اقوم، بعد العصر الغداء سلطة وفاكهة ولحوم. شكرا جدا يا ماما.